الصيغة السابقة لهذه المنافسة في سنة 1988، وكان أحد الفرق أو الثالث فريق جزائري يتوج بلقب هذه المنافسة بعد مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ثم الوفاق. الوفاق الذي أيضا وصل إلى نهائي هذه المنافسة التي يلعبها كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وخسر اللقب أمام الملعب المالي. ها هو يصطدم ببطء أمل بأن الوفاق يعود بزاد كاملا من أبا لا في مرمى الأهلي بنغازي في الجولة السابقة لما خسر. طبعا دخول عديد البلدان، هذه كرة خطيرة اصطيفية تسديدة في عقد الأمور، وأكرم يسدد. عيني عليك باردة يا عمورة، ما أبدع هذا الفتى وما عرضية، لكن بالرأس لازالت لدفاع فريق الوفاق. كرة خطيرة لدالي، لدالي جول، التسديدة سهلة قد يعني تجعل الوفاق. هذه كرة، هذه فرصة خطيرة نيجيرية، والدفاع أو إلى عمورة على اليمين، عرضية ممتازة ولكن من يتابع سديدي عمورة وقندوزي وعمورة، كرة جول جول جول. تيكي تاكا الصيفية، أكنتم تنتظرون هذا اليوم؟ أكنتم تسمعون لني؟ الثاني جول، الثاني جول، لا 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 مباراة. وبكاكشي مع خديرية، لا 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 لا، بكاكشي خلاها لخديرية، وخديرية خلانا ويدعو، لا 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 لا، ضيعها ضيعها، وإن شاء الله ضيع طيلة. وآت جميل كالصدر وكهذا التألق، لدابو الهداف يضيع، والثاني يا أخي سجلوا الثاني، ولدابو والتسديدة السهلة بقبو أقدام مولودية الجزائر في 78. كرة خطيرة والمتابعة ماجيرية على دفاع المنتخب الجزائري، وبكاكشي لمسة عرضية، تدخل الدفاع على مرة. يلا يا أحمد قندوزي يلعب على عمورة قندوزي، لا لا لا، فرص هذه الجود، جحنيت مر جحنيت، والثاني لا 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 لا. ألم يمر من هنا عبد الحكيم سرار، كرة عرضية إلى الثاني. أمير العدوني ما زالت مستمرة لإنيمبا، ما لا يمكن أن يضيع أيضا. هذه كرة التعادل تضيع، مسكوب على اللبن المسكوب، لا تبكي عمور، عمور عمور ما يضيعش، عمور يعبر، عمور الثاني، عمور عبر، خدل مبادرة ومر وعرض. جيريا سوف تلعبها بالخطأ في شباك الحارس، مرت كرة والمراوغة حاضرة الأولى والثانية، والعرضية تأتي. وخمس سنوات تعاني وتعاني وتعاني وتعاني، وعانى الكثيرون، يعني المجال ليس. أولا دابو أشهر لاعب، أولا دابو يكافئ إنيمبا بهدف التعادل بعدما ضيع ركلة الجزاء. لعبت على حدود منطقة جزاء الوفاق في المباراة، شيء معقول غير معقول، كرة مستوى دفاع، شوفوا من يفعلها، جحنيت بعيدة 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 يا جحنيت، في انطلاقة كرة في المساحة، عمورة زيدي عمورة من حضر. وبداية دقائق هذا الشوط الثاني في هذه الجولة الثالثة، في هذه البداية في هذا الشوط الثاني، المتابعة تأتي من الدفاعات. أبدعك أيها الفتى، كرة عمورة الثاني، الحارس النيجيري، كرة جزائرية صيفية. هذا الاسم إنه يواجه الوفاق، تكون لجحنيت وثنائية لعمورة، عمورة يعبر، هدفين لهدف، وفي نيجيريا كان متقدم حتى بهدف، كرة عرضية وكرة خطيرة 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 نيجيريا مساحلي، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، بكاكشي متأخر في المتقم سبعة، كرة من ركنية تمر خطيرة، فراغات صار هناك وسط وكرة متاحة، وهي مخالفة خطيرة في حائط الصد، ترتد وتعود للنيجيريين، هذا السريع والتسديدة، والثاني الثاني يأتي الثاني من توسين أومويولي، هكذا الفريق الذي لا يضيع أمام المرمى. توسين اللاعب البديل هي عمورة، عمورة يعبر، عمورة جيبها جيب، والكرة لدغموم، دغموم دغموم دغموم، لا لا تألق، ترفضك لما تسدد العارضة في 2009. عمورة للتعادل، غريبة يا عمورة، مين زيدوا 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 يا جحنيت، أكرم جحنيت، والتمريرة البينية، هذه البينية خذوا هات، هنا المرور وهنا التسديدة، إن شاء الله نجيبوها إن شاء الله في المرمى، وبالرغم يحاول الفريق النيجيري
سمسون اوبي وخديري وفرصه لدغموم، دغموم وسعدي، دغموم وسعدي جيبوها يا سعدي. وحضرت كره لجحنيت، جحنيت والتعادل والحارث بالتكتيكات وبالدفاعات. لا 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 مر، لا نريد خساره اخرى. تسديده من وجحنيت على وجه الخصوص، سرعه فتاكه من هذا اللاعب يا سعدي. سعدي والعرضيه عند نقطه الجزاء للوفاق. انتم تلعبون للجيش الاسود. فيد وسد عليه السبل بينما تسديده، سدد يا اخي. خطيره 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 خطيره، مرت خطيره. ما في حد يا العيدوني، هذه ركله جزاء يا العيدوني. فوز الاول كره بكاكشي، بكاكشي عب كره. يلا دغموم دغموم دغموم، ضرباتك الكره مع اكرم جحنيت. هل هي هدف التعادل يا جحنيت؟ الكره تموت.